حقق الأهلي فوزا ثمينا على الإسماعيلي بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة 12 في بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد بوري العرب في الإسكندرية. في بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. مرحبا بكم من جديد على قناة أخبار توب. الأهلي سجل في الدقيقة 72 من ركلة جزاء عن طريق المغربي بدر بانون قبل أن يضيف صلاح محسن الهدف الثاني في الدقيقة 88، ورفع الأهلي رصيده إلى 27 نقطة بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر، مع أفضلية لاعب الأحمر مباراتين أقل من الأبيض، بينما ظل الإسماعيلي في المركز 16 برصيد 10 نقاط. وفي النهاية إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير.